هو جايز تقول عليا مجنون في اللي هعمله، بس يعني غلطة ولازم ندفع تمنها يعني. اللي بتفكروا فيه صح. ايوه بالظبط هو ده، بس نخلي بالنا بقى عشان ما يبقاش موت وخراب ديار يعني كده اهو. طبعا لو حد فيكم شغال موديلر اصلا وكان عنده حل يعمله ويقول لنا، هو عمل ايه، تمام. لكن انا اصلا مش موديلر، فممكن اكون بعالج الحاجة بطريقة قد تستفز بعد بعض الناس يعني. لكن هي دي طريقتي، تمام كده. شيل، هو انا اراهن، ان انا هتلاقيني ما خدتش بالي من سيلكشن، او ما خدتش بالي مش عارف، تمام. اوبس، هو في حاجة مش عارف هي ايه، بس عامة خير. هنروح على البوينت مود. نفسي يخلصوا من الحركة دي، بس على فكرة الحركة دي اكتشفت لها فايدة، وفايدة جامدة جدا كمان، تمام. المهم هقولكوا عليها بعدين. رايت كليك، كلوز بوليجون هول، تمام. يا سلام على النظافة، يا سلام. رايت كليك، كات، سنجل كات، هنسناب للبوينت وناخد دي مع دي، سلام، دي مع دي، دي مع دي، مع دي، ودي مع دي، ودي مع دي. فاضل واحدة، فاضل، يا لهوي ده فاضل يجي تلاتة، تمام. ودي بس 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 يا بنت اللذينة. ديليت، انا قلت لكم كان في قطة غلط اهو اهو اهو. ما شفتوش دي، ما شفتهاش، هتلاقيها من ال اهو. بنتعلم، هنيجي ناخد دي، نشيل دي، رايت كليك، اكسترود انر، ارفع، كنترول زد، اسف، ناسف، مش انت بس، هناخد دول بس، خلي بالك بس عشان دي، وممكن تتعالج بس ما علينا، خلي بالنا وخلاص. بعد كده هاخد دول كده، وبعدين هقوم طالع بيهم كده، بس اللوب باسكات اشتغلت، والدنيا زي الفل. طبعا مش هناخد ده عشان بس نبقى عارفين، تمام. هناخد ده كده كليك عشان نعمل شاربن. لو جينا عملنا كده هنلاقيها اتشاربنت من الجناب. هنبعد عن دي زي ما قلنا، تمام. وكده دي افتكر ان هي كده دي خلصانة، تمام. ممكن حتى مش هحتاج لها حاجة هنا،
هي كده من كده الدنيا فيها تمام. شوف كل حاجة أنا زي الفل. ماشي، اللي بعده عايزين نحط تفاصيل هنا. تمام، افتكر لو خدنا دول شيفت مع دول ورايت كليك اكسترود انر، طب انا عايز اقسم دي اتنين، يعني عايز اقسمها اتنين كده عشان عايز اعمل انزل مثلا دي تحت دي فوق فتبقى عامله شبه المقبض. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ بنفس الطريقة. تمام، شيل بقى ده كمان وهنيجي هنا في النص وهنا، بعدين هنا حاول بس ناخد الكيرفيتشر بتاع الخط اللي وراه، ودي تبقى هنا كده سكيب. نفس القصة الناحية التانية، هاخد من هنا من هنا هنا لهنا، بعدين كده 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 كده. تمام، فاضل ان احنا كونكت الاتنين دول ببعض، فانا ممكن اخد من هنا واكونكت كده على دول شيفت مع دول وهكسترودهم بس لجوه، وبعدين اخدهم تحت. ماشي، ممكن نشربنهم باكسترود انر. تمام، ممكن نعمل ايه كمان يا احمد؟ ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن ناخد الفيز ده وده وده وده. تمام، الناحية التانية أقوم واخد برضو ده وده وده وده، وأقوم بس رافعه. شويتين يا رب ما يعملش هنا مشكلة. نو no. زي الفل. تمام، تمام جدا. ممكن ناخد الايدج دي ودي ودي. اوبا، هي مش عاملة مشكلة بس لا عاملة مشكلة اهي. عارفين المشكلة فين؟ المشكلة هنا، بصوا كده.
بس خلاص، ما اعرفش ليه حصلت، بس يعني الحمد لله دي لحقناها. نشيل، نكمل، ناخد الاتش دي و دي كمان. جميل، ممكن نعمل لوب كات. هنا كده بحيث تبقى شارب. بالظبط كده، تمام كده احنا خلصنا من التفاصيل اللي فوق. ممكن ان احنا ناخد ايدج زي دي وزي دي، الناحية التانية ايدج زي دي وزي دي وبس. يعني ادت برضو حاجة ظريفة يعني. تمام، حلو اوي الديفينيشن بتاع المسامير، حلو اوي كده. نكمل كده، احنا خلصنا تقريبا من الديتيلز. فاضل ده كليك اكسترود انر مرة كده ومرة كده صغنطوطة، وبعدين مرة أخيرة، وبعدين المرة اللي هنشتغل عليها. تمام، بعد كده مرة صغيرة عشان ناخد شارب ايدج، و بعد كده المرة دي هنجرب هنا السكريبت. نروح كده ناخد دي كده، وناخد البوينت دي مع دي مع دي مع دي، شيفت ومعانا دول. السكريبت هنا ممكن ما يشتغلش، هو نزل السبلاين لكن ما اشتغلش. نشيل السبلاينين دول، ما اشتغلش ليه؟ لان مفيش بوينت في النص. السكريبت هنا ما عندوش بوينت في النص. عشان نجيب بوينت في النص هنعمل رايت كليك لوب، وهنضطر نشتغل شغلانة تانية. طيب الأحسن هنشتغلها بقى بإيدينا، فهنروح للسكيل وتأكد ان الاورينتيشن على النورمال. تمام، اشتغل كده رايت كليك اكسترود على طول. رايت كليك اكسترود انر، بعدين رايت كليك اكسترود لتحت على طول. لو جينا عملنا كده هنلاقيها زي الفل، مش لازم سكريبت. طبعا هنبيفل الايدجز دي دلوقتي بس نخلص من دي. هسيب ده تحت زي ما هو كده واضغط يو بي عشان اعمل سبليت. وطبعا ده البتاع اللي تحت ده هنسميه لور. ايه ده؟ لور وخلاص. وهناخد الاتنين دول ورايت كليك وقايل له اكسترود و اكسترود على فوق.
عشان اعمل الزرار، حاجة شبه الزرار. رايت كليك، اكسترود انر، بعدين اكسترود انر تاني، تالتة، تمام. لو جينا عملنا كده لازم ناخد الاتنين دول Alt G جوه نال، تمام. بعد كده هاخد ال H D ونزل لتحت كده، تمام. هاخد الاتنين دول وارفعهم لفوق، بعد كده رايت كليك واخد لو كات، هاخد لوب هنا وتحت لوب صغير كمان، وبعدين لوب تاني كده عشان يبقى بس ستيبل، ميبقاش فيه فيسز زيادة. ده هو عامل رايت كليك اكسترود لجوه واعمل كده، هبقى خدت ده. طبعا محتاجين ان ده نزود شوية subdivisions عشان يبقى سموز بالشكل ده. في حاجة مهمة جدا كمان، هرجع ده زي ما هو، في شوية تكسيرات زي ما احنا شايفين كده، ممكن تتعالج بطريقة لو احنا خدنا السلندر اللي هو الاساسي وكنترول ايه على كل الايدجز ورايت كليك وقلت له ان بريك فونج شيدنج، يعني كده كده بيبقى فيه بين كل فيس والتاني سموز. لما بتحصل ونحط سب ديفيجن سيرفس بي اوفر رايد الفونج اللي هو ده اللي هو قلنا بتاع التنعيم، فهقول له ان بريك فونج شيدنج زي ما انتم شايفين هتبان هنا. لو احنا رحنا لللور كنترول ايه رايت كليك ان بريك فونج شيدنج، يعني لحد ما، لكن لو جينا عملنا كده هنلاقي الموضوع احسن بكتير، شايفين احسن بكتير قوي من الاول، ما يزيدش عن 3 كده الدنيا تمام. نيجي للسلندر ده بقى هنا، ونشوف باقي التفاصيل اللي احنا عايزين نعملها. واحنا كده احنا خلصنا الجزء الفوقاني تقريبا، ما عادش في حاجه في الجزء اللي فوق. نيجي في الجزء اللي رايت كليك واقول له لوب كات، وهاخد مثلا لوب كده وهاخد لوب تانية كده، واخد برضو هنا لوب، واخد هنا واحده كمان، واخد واحده تالتة. دي ما تقربش منها، دي بروتكشن لوب، يعني دي حاميه، دي بتحمي اللي تحت عشان الشيب الاساسي. نفس القصه دي بروتكشن لوب حاميه دي، اذا احنا شغلنا كله في الثلاثه دول، عشان كده انا عملت ثلاثة لوب. تعال هنا بقى نشوف هنبدا نعمل ايه. هناخد دول مع دول، تمام. ناخد دول كده ونقوم عاملين يو بي عشان نعمل سبليت، وده هنسميه براكت هو القوس يعني، ويتأكد ان محوره في النص. هقول لكم ليه دلوقتي. كنترول ايه، المهم اهم حاجة نشوف هنلاقي الدنيا تمام راكبة مع بعضها زي الفل. كنترول ايه، رايت كليك، هنعمل اكسترودية صغنطوطة، بعدين اكسترود تاني. لو جينا نشوف هنلاقي الدنيا
لما تتشاور منها تتظبط ماشي، كسترول صغير بعد كده كسترول تاني كبير. جميل، رايت كليك وناخد لوب كات، وناخد لوب هنا نعمل كده تمام اهي بدأت تظبط. ناخد لوب كمان هنا زي ما قلنا، عندي حاجة مفتوحة يبقى باخد على اخر ايدج واعمل كده. الدنيا كده زي الفل مظبوطة وتمام التمام. نقفل بقى كده ونيجي نشتغل نشوف احنا هنعمل ايه هنا. رايت كليك وناخد اكسترود انر ونكسترود دي لجوه سنه. تعالوا بقى نبص كده عشان في حاجات هتدخل مع بعض. طيب نشيل دول من الليلة. ماشي اكسترود انر اكسترود انر تاني، وبعد كده التالتة. جميل، دي اللي هنشتغل عليه. لو رحنا كده لللوب وخدنا دي رايت كليك وقلت له اكسترود لقيتها لتحت كده، عملنا الجراب، الجراب اللي بره ده تمام. نرجع على السلندر هنا تاني براكت وناخد الاثنين فيس دول ورايت كليك اكسترود انر، وبعدين اخد الاتش دي واخدها لتحت جميل. نيجي للبراكت تاني وعايزين نعمل هنا المسمار بتاع الفتحة بتاعتنا بتاعت المسمار. رايت كليك اكسترود انر اكسترود ده كده اكسترود تاني سكيل عن نورمال بعد كده ممكن نعمل ايه؟ ممكن ناخد رايت كليك لاين وناخد دي لدي سكيب، ناخد دي لدي ومن دي لدي سكيب. بعد كده ناخد الفيرسز دول، افتكر ان هما اتنين، لا مش اتنين تمام. رايت كليك بيفل بيفل دي كده سب ديفيجن لبس كده. طبعا دي كده غلط غلط. ليه؟ لان
شغال على ستة واحنا عايزين خمس، فهنكنترول زد الكلام ده كله ونشتغل بطريقتنا العادية. بس حبيت اوريكم الغلطة برضو اللي في ناس وقعت فيها. رايت كليك اكسترود انر، هنكسترود انر ده، رايت كليك اكسترود انر تاني عشان ناخد دي. كمان واحدة عشان نشرب، وبعدين كده سكيل، وبعدين كنترول ونسحب. تمام بالشكل ده. لو جينا عملنا كده هنلاقيها جميلة جدا مش فيها أي مشاكل. نيجي بقى نشربن الكلام ده كله، نروح هنا وياخد دي مع دي بيفت، طبعا زيرو سب ديفيجن. نشغل ده هنلاقي ده بالشكل ده. هنا كده مش هيبان، كده كده الكابل هيبقى داخلان. وعندنا كمان ده، او خلينا في ده اكسترود لجوه. هيبقى عندنا الديتيل دي، وعايزين واحدة كمان اللي هي هتبقى الفيز ده. بس الفيز ده هنخرجه لبره كده. بصوا بقى انا قلت لكم والله هطلعها غير ما انا مطلعها اصلا. المهم ما علينا، يبقى كده خلصنا من ده. جماعه باقي ان احنا نعمل له كلون على بقية الموديل في المحاضرة الجاية.